مرحبا جميعا، يعطيكم الف 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 عافية. كان المفروض اني انا هلا اول ما اقعد على الطاولة ابلش اشتغل في فيديو اكون انا محضر له ومجهز له علشان نعمل له اديتنج بلا 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 وينزل على الشانل. لكن بصراحة وانا عم بكبس كبسة الريكورد اجاني ان هيك فكرة في بالي انه ليش ما تعمل فيديو انت مش محضر له، هو حاليا الناس محتاجته كثير. اللي هو فعليا في كثير هلا بلدان ومناطق عم تعمل حجر صحي او عم تعمل مانع تجول او عم تطلب من المواطنين انهم ما يطلعوا او حتى المواطنين نفسهم عم بيعملوا لحالهم حجر في منازلهم لحتى نخلص من هالنيمعة وهالفيروس اللي طلع لنا فجأة. فاللي خطر في بالي ان انا احكي لك انا ايش بعمل في وقت الفراغ اللي موجود عندي. انا عندي لسه ما صار حجر ولسه ما قعدت في البيت، ما بعرف متى ممكن انه يصير حجر او انه مثلا متى ممكن يحكون لنا ما تطلعوا من البيوت او يصير عندنا حظر تجول، وان شاء الله انه ما نوصل او ما نضطر انه نوصل في كل مكان في العالم لهي المرحله. خليني ما اطول عليك اكثر من هيك واحكي لك انا كيف بستفيد من وقت فراغ. شوف يا سيدي، اول شغله انا بعملها اني انا بصحى الصبح، اكيد باخذ الشاور تبعي، بطلع على الشغل، بخلص الشغل اللي انا لازم انجزه وبرجع على البيت تقريبا الساعه 5 المساء. اكيد بدك تقعد شوي ترتاح لك ساعه زمن، تاخذ لك شاور مثلا اذا بدك او تاكل لك لقمه وبعدين راح تبلش الاكتيفيتيز اللي انت بدك اياها. في منا قسم من الناس بيحط راسه بينام، في منا قسم بضل قاعد على التلفزيون، وفي منا قسم لا في عنده اشياء او هوايات هو بحب انه يعملها. اول شغله بدي احكي لك اياها، مارس هواياتك دائما بشكل دائم. اذا انت بتحب ترسم ارسم، اذا انت بتحب تعمل يوغا اعمل يوغا، اذا انت بتحب تكتب اكتب، بتحب تقرا اقرا، بتحب تتامل تامل. اي هوايه انت بتحب انك انت تعملها حاول انك انت تعطيها من وقتك. الاشياء اللي راح احكي لك اياها هي عباره عن اشياء كثيره انا بعملها بعد الشغل تبعي وبعملها بوقت الفراغ. اذا انت ما كان عندك وقت خلال ايام الشغل فاليوم انت عندك وقت كثير 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 كبير بحب انك انت تستغله لحتى اول شيء ما تزهق، الشغلة الثانية تستفيد من هذا الوقت اللي موجود عندك وتفيد المجتمع اللي انت عايش فيه. الشغلة الثانية اللي انا بعملها فعليا عندي التشانل على اليوتيوب اللي انت اكيد بتشوفها، بعمل ريكوردز للافكار للفيديوهات اللي انا بحس اني انا ممكن افيد من خلالها الناس او انها هي ممكن انها هي تنتشر والناس يسمعوها. الشغلة الثالثة انا في عندي تشانل ثاني برضو اسمه اي ليرنينج، هذاك بعمل عليه الفيديوز التعليمية سواء الشرح للبرامج الهندسية اللي من أهمها الريفت والـ 3D أسماكس وموضوع الكونسبت تبع مظلة البيم اللي عم بنتشر حاليا كثير بالوسط الهندسي. الشغلة الرابعة اللي بقدر برضو أتذكرها إن أنا بصور، بحب أصور، فأنا ممكن إن أنا أصور أو أمارس هواية التصوير وقت فراغي بشكل كثير كبير. الشغلة الرابعة أكيد هذا الأمور اللي قاعد بيرج كثير vibration notifications كثيرة، بحب إن أنا أستخدم شغلات كثير مفيدة، يدمي كورسيرا يوتيوب جوجل whatever الويب سايت اللي أنت بتحب إنك أنت تستخدمه أو تطلع عليه أو تقرأ من خلاله فأكيد استخدمه. الشغلة اللي بعدها كمان ممكن تستمع لبودكاست في مواضيع انت interested انك انت تعرف عنها اكثر، وديفينتلي اكيد بحب انك انت تتعلم سكيل جديدة، مثلا انك انت تتعلم موضوع انت ما كنت تعرف تعمله وحابب انك انت تتعلمه. مثلا انا على القائمة تبعي مثلا البريمير الافتر افكتس الفوتوشوب اتعمق فيه اكثر، البرامج الايديتنج والجرافيكس ديزاين اند واتسو ايفر هذول كثير بحبهم، بحب اتعمق اكثر مثلا في التصوير. هاي الشغلات كثيرة ممكن انك انت تستغل فيها وقتك. شغلة كمان انا بعملها اني انا في عندي ويب سايت اصلا موجود www.arkgiso.com، فبحب اضل دائما اعمل له ابديت وله في بلان معين بحب ان انا اطورها، وهلا حاليا عم بشتغل على ويب سايت ثاني راح يكون اسمه www.gisobuy.com وراح ينزل عنه مواضيع وفيديوهات تحكي عن لما يصير جاهز للنشر، ومش كتير بعيد النشر ممكن يكون في شهر 4 2020. أكيد بحب كثير أقرأ في مجالي وفي مجالات كثير ثانية، فأنا بخصص مرات قد ما أقدر وقت معين للقراءة عن المواضيع اللي أنا بحب أني أنا أفهم عنها أعرف عنها أكثر أتعلم عنها أكثر and whatsoever. شغلة كثير مهمة كمان حاول أنك أنت تعملها كثير ضروري لأنه أكيد ما كنت تعملها، أعطي أهلك وحبايبك وقت أنك أنت تقعد معهم في البيت وتحبوا بعض وتلعبوا مع بعض وتتسلوا وتحكوا وتتعرفوا على بعض أكثر، والله راح يطلعوا جماعة كثير محترمين.
الشغلة اللي بعدها كثير ضروري تواصل مع أصدقائك، كثير ما تنقطعوا عن بعض. عندنا كثير وسائل تواصل إحنا ممكن نستخدمها ونحكي معهم فيديو، ممكن نبعث لهم، ممكن whatsoever الطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. وفي شغلة كثير 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 ضرورية، حاول قد ما تقدر قد ما تقدر أنك أنت بهاي الفترة تحاول تتعلم أو تقرأ أو تنفتح على مجالات العمل الأونلاين أو مجالات اللي أنت ممكن تستفيد من الإنترنت فيها، في أنك أنت تحقق دخل لحالك، علشان لا سمح الله في الأزمات اللي ممكن تصير بعد الأزمة اللي نحن فيها حاليا، لا سمح الله أنك أنت ما تكون كثير صعب عليك أنك أنت تقعد في البيت وما تروح على شغلك، ويكون كثير هاكل هم الراتب اللي راح يجيك. هل فعليا أنا راح أقدر أكمل الشهر الجاي، ولا راح أقبض راتب الشهر الجاي ولا لا؟ حاولت أختصر قدر الأمكان إيش هي الأشياء اللي أنا بحب أعملها وأحكي لك إياها، لحتى أنت إذا ممكن إنه واحدة منهم تفيدك أنت أو تفيد أي شخص واحد، فممكن إنه إحنا نكون كثير ساعدنا هذا الشخص إنه هو يقدر يعرف كيف بده يقضي هذا الوقت اللي هو موجود فيه في البيت، وما يضيع من عمره بدون ما يستفيد منه. لهون بقدر أحكي لك شكرا لكم، ويعطيكم ألف ألف عافية، وبشوفكم في الفيديو الجاي.